موضوع ماشي. النهارده موضوع وقت، بس انا عايز اقول حاجه، احنا بنتكلم في اطار سلسله ايه اللي اتغير في حياتك. اكيد، لانه النوم طب النوم بقى تخصص قائم بذاته، له اساتذتي بتوع المخ والاعصاب والنفسيه. انا هتكلم عن النوم كجزء من نمط الحياه وتاثيره على شغلي، السمنه وامراض التغذيه. احنا بنقارن دلوقتي بين شكلنا في النوم وشكل اجدادنا. تعالى نسترجع المشهد مع بعض. ايام زمان كانت الناس بتصلي العشاء، تقعد تتسامر شويه وتدخل تنام. بعد كده جه التلفزيون برضو، كان الفجر. تصحى الفجر كل واحد على شغله على غيطه على مدرسته وحاجات زي كده. لكن لما جه التلفزيون برضو، انا واحده من الناس لحقت الفتره بتاعت التش، ان هو يقفل 10 11 12 بس في تش، في لحظه تش. حاليا بقى احنا عاملين ازاي؟ احنا 24 اور 24 ساعه العالم ما بينامش. ليه؟ لان حضرتك حتى لو ما فيش تلفزيون انت فاتح موبايلك طول الوقت، انت مستني حد يرد عليك على الواتساب، المسج اللي انت بعتها دي وصلته وسمعها ولا لا، الايميل بتاع الشغل ردوا عليه ولا لا. العالم اللي بقى قريه صغيره، ما بقاش فيه ساعه، فانت النهارده ميعاد نومك لكن وقت الشغل في مكان تاني انت ممكن تكون مرتبط بيه. فخلى الانسان ده التغير اللي انا عايز ارصده، النوم اصبح عندنا مشكله كبيره جدا وانعكست على اداء جسمنا. لان النوم كانوا زمان اجدادنا بيقولوا، هم طبعا صادقين، ميزان العقل. حضرتك قلت ان احنا تلت عمرنا، الثمان ساعات اللي احنا بنقضيهم في النوم دول مش وقت مستقطع، يعني مش وقت ضايع، هم ثمان ساعات بيحصل فيهم عمليه بناء، ترميم، صيانه لكل خليه في جسمنا. لو الثمان ساعات دول ما مشيوش صح، ال 16 ساعه اللي بعدهم كفاءتهم هتقل، هنبقى كاننا مفقودين. فاحنا عندنا متغير كبير في نمط حياتنا اثر على النوم. يعني اهميه النوم، خلينا نتكلم بقى على اهميه النوم بشكل كده واضح وصريح. النوم بنشحن فيه البطاريه. بالظبط كده، بنعمل صيانه. انا بقى بالنسبه لي كدكتور التغذيه عايز اربطه لك مع السمنه. النوم بيخلي الاسترس اللي في جسمنا يقل، وبالتالي هرمون الكورتيزول يقل. ده قلة النوم ولا النوم عدم الصح. تنظيم النوم؟ لا، النوم الصح. قلة النوم تضرب كل ده في مقتل. الاسترس عندي يزيد، الكورتيزول يزيد، هرمونات الشهية تتغير، نسهر طول الليل، نفكر في الأكل، التمثيل الغذائي بيبقى أقل. العلاقة وثيقة بين النوم الغير جيد والسمنة، ومش بس السمنة، ياريت على قد السمنة، لا، سمنة مركزية وبتؤهل لكل الامراض بتاعه المتلازمه الايض، او الامراض بقى اللي بتيجي وراها كلها، السكر والضغط وامراض القلب و طبعا غير بقى المود، اضطرابات المزاج، الكفاءه، العمليات المعرفيه يتكلم فيها اساتذتي بتوع المخ والاعصاب. لكن انا هتكلم على علاقته بالسمنه وعلاقته بالتمثيل الغذائي. كله كفاءته هتقل. ربنا خلقنا عشان ننام بالليل، ننام كويس، نصحى تاني يوم الجسم في كفاءه يقدر يعمل عمليه التمثيل بشكل صحي. كويس، هننام بالليل وهننام كويس، بس انا هنام لي 3 ساعات كويس قوي وبعدين اصحى شويه وانام 3 ساعات تانيين كويس قوي وبعدين اصحى واقعد شويه وبعدين انام ساعتين كمان كويس قوي. ده يغني عن النوم اللي هو الثمان ساعات او السبع، يعني زي ما يطلعوا بقى، هو بيقولوا من 7 ل 8 وكل ما بنكبر في السن احتياجنا بيقل. ده حقيقي. ده يغني عن النوم الطويله، النوم الحلوه دي اللي هو الواحد بيحط راسه على المخده يصحى تاني يوم الصبح. النوم في الكم، التوقيت اللي احنا بننام فيه، كل ما طبعا يكون في نوم متصل كل ما يكون افيد. وهو ده بالظبط تحديدا المتغير اللي حصل في حياتنا. احنا بننام بس بننام متقطع، لان احنا بيجي لنا تليفون، بنصحى نقلق، حد في البيت اكتف مشغل تلفزيون، مشغل نور، مستنيين رساله نصحى نشيك عليها على الموبايل، متاحين، جهازنا العصبي متاح 24 ساعه، ما بنفصلش، عمليه الفصل دي ما بتحصلش. فلازم نتعلم ندي اهميه النوم، احترامه، وان هو جزء من خطه علاج اي مشكله. المريض اللي عنده قولون عصبي بساله عن النوم، المريض اللي عنده سمنه مش مستجيبه للنظام الغذائي، المريض اللي عامل دايت وسامع الكلام وما بيخسش بساله اخبار نومه ايه. المشاكل دي لما يعني تتصلح، ممكن اعمل دايت ويكون سبب ان انا ما بنزلش في الوزن، ان انا ما بنامش كويس. بالظبط كده، لانه طول الوقت انا في ستريس، الستريس بيطلع هرمونات الستريس، الكورتيزون واصدقائها، بيعاكس عمليه النزول، بيأثر على الشهيه حتى لو ما اكلتش كتير. ستريس ايه يا دكتوره؟ طب هنعمل ايه؟ ما هو الستريس نتعلم بقى نقدس النوم. يعني ده الستريس ده مشكله تانية خالص. هقول لحضرتك روشته النوم نعمل ازاي، اللي انا بقولها لكل العيانين، اللي هي مش العيانين، كل الناس. اولا، النوم ده وقت غالي وليس ضائع،
ده زي ما لازم اروح الشغل لازم انام. بقى حضرتك الجمله اللي انت قلتيها دي جمله مهمه جدا. لازم الاول نقتنع من جوانا ان النوم ده حاجه زي اهميتها زي اهميه انك تروح الشغل بالظبط زي كده. اهميه انك تاخد اسرتك وتخرجوا بالظبط كده. الانسان على فكره هو الكائن الوحيد اللي بيدافع النوم. كل الحيوانات ربنا خلقها لما يجي لها النوم تنام بتنين. احنا الوحيدين اللي نهرب من النوم ونبقى عايزين نسهر ونطول في اليوم شويه، وده غلط. النوم لازم نحترمه ونديله قدره ونديله مواعيده. الناس اللي بتتضايق انها بتصحى في الاجازه بدري، بالعكس ده انت كويس، ده انت الحمد لله بقى عندك ساعه بيولوجيه. لازم تتعلم تنام في ميعاد ونصحى في ميعاد. مفيش حاجه اسمها يوم انام بدري ويوم انام متاخر قوي، يوم اصحى الفجر ويوم اصحى الظهر، ده اول طريق البوظان. يبقى نثبت ميعاد للنوم وميعاد للصحيان، لانه النوم فانكشن، وظيفه من وظائف اليوم. زي بالظبط ما ست البيت لازم تعمل اكل النهارده، زي ما الولد لازم يروح المدرسه النهارده، ده واجبات ربنا خلقنا علشانها. النوم كمان كده، حطه في التودو ليست بتاعك وله ميعاد، زي البصمه في الشغل الميعاد، اعمل بصمه للسرير بتاعك. انا بكتب ورا حضرتك.